اذكر حيوانا قد يصدر صوتا عاليا بحديقة الحيوانات. الأسد. وتش مدري كلك؟ أدري أحمر. ده الشاق وياك سبقك هذا الأحمر وهي. أوكي شنو؟ الأسد زير الأسد صوت عالي. الأسد يقول الأسد بس الأسد إذا كان مخنطل يزأر خلي نشوف والله. الأسد أبو خميس. واو 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 واو. طبعا أنا برج الأسد يعني شو ميزر. الأسد موجود إذن. شكرا أستاذ ميناس. تفضل ارجع لمكانك. وأستاذ خميس تفضل. نجي على سمية. سمية يا سمية. أنت تعرفين سمية من أمو؟ اي اول شهيده في الاسلام. اول شهيده في الاسلام سمية وهي بنت خياط. ام عمار زوجتي ياسر. اذكري لنا سميه حيوان قد يصدر صوتا عالي في حديقه الحيوانات. الغوريلا. عجيب. احنا عندنا غوريلا. خلينا نشوف. الغوريلا. خطا. تعرفين ليش؟ هو لأنه دير بالكم كل العوائل لأنه تفكرين تفكير العراقي. العراقي ما يشوف الغوريلا. لما عندنا غوريلا بحديقة الحيوانات صح؟ صح.